Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين. مرحبا بكم كامل. اليوم رايحين نخيطوا مخدات على الغيمة، راح تجي شابة بزاف. واش نحتاجو؟ عندي القماش تاع الدروات كيما راكم تشوفوا، هذا جاي غوز كلير، يدير 35000 للمترا. هذه نوعية جديدة البنات، قلت لكم يدير 35000 للمترا. عندي اللي هنايا ثاني بقايا القماش نحتاجهم البنات، به من بعد نوري لكم واش رايحين نديروا بهم. عندي هنا القطعة اللي رايحين نخيطوها، المخدة اللي راح تجي على شكل غيمة. واش نحتاجو البنات؟ كما راكم تشوفوا انا الوجه بعضهم، يعني الوجه مع الوجه. عرض هذه القطعة تاعنا فيها 40 سنتيم على 50 سنتيم، نحتاجو زوج قطع 40 على 50 سنتيم. دوك واش رايحين نديرو؟ نزيدو نطويو البنات القطعة تاعنا هكذا على 2. واش رايحين نديرو؟ نجيو على الجهة المغلوقة باه ندو القياسات نتاع المخدة تاعنا. اول حاجة واش راح ندير؟ راح ندي نصف دائرة البنات هنا، باه كي نفتحو القطعة تاعنا راح تكون عندنا الدائرة كاملة. ندي نصف دائرة هكذا، ومن بعد هنا راح ندي الدائرة تاعنا كاملة، ندي الدائرة تاعنا كاملة، ومن بعد نزيد نعاود نرفد الطبسي تاعي ونحطو هنا، وندي الدائره ثاني نفس الدائره، نصف الدائره تاعنا ثاني كامله كيما راكم تشوفوا. يعني نقيسوا اول حاجه نقيسوا بالنقطه، ومن بعد رايحين نعاودوا نرجعوا الطبسي تاعنا ونكملوا نصف الدائره تاعنا كامل هكذا. شوفوا هكذا، نروح نقطع المخدة تاعنا ونعاود نرجع لكم. قطعنا المخدة تاع الغيمة تاعنا، رايحة نتحصلوا على هذا النتيجة، على هذا النتيجة البنات. شوفوا كيش رايحة تجي الغيمة تاعنا. نحتاجو كما قلت لكم قبيلة زوج قطع هذو اللي بهاد القماش، راح نعطيكم القياسات. شوفوا البنات نحتاجو زوج قطع فيهم 18 سنتيم، العرض تاعهم 18 سنتيم على 24 سنتيم. نحتاجو زوج، نحتاجو زوج هكذا. نحتاجو ثانيك هذا القماش من نفس هذا القماش، يعني جبنا من نفس هذا القماش. شوفوا من نفس القماش اللي درنا منه الغيمة، جبنا منه قطع صغار، رايحه نديرو نخيطوه ونديروه على شكل صبيبطات نتاع الغيمة نتاعنا. نروح للماشينة باش تفهموا مليح، نروحو للماشينة ونبداو الخياطة. كيفاش رايحين نبداو الخياطة؟ شوفوا كيفاش رايحين نديرو. نجيبو هكذا قطعة نتاع هذا ال رايحين نديروهم رجلين للغيمة تاعنا. نحطو أول حاجة شوفوا الوجه مع الوجه، ونروحو نبداو بالخياطة، نخيط هكذا ونعاود نرجع لكم. خيطنا القطعة تاعنا كما راكم تشوفوا، هذه راح نديروها صبيبطات للغيمه، هذه راح تكون الرجل تاعها، وهذه راح هنا نرسمو صبيبطات. كيفاش راح نرسموهم؟ شوفوا راح نطويهم هكذا على 2. من بعد واش راح نديرو؟ راح نجيبو هذا الطبسي هذا، راح نحطو هنا نرسمو نصف الدائره فقط البنات، نرسمو نصف الدائره هكذا. شوفوا نحطو الطبسي تاعنا هكذا ونرسم نصف الدائره، شوفوا هكذا. نروح نبدا الخياطه منا البنات، ندور معاها كامل هكذا، نحي هذا الزائد من بعد، يعني بعد ما نكون خيطته راح نحي الزائد هذا ونعاود نرجع لكم. بعد ما كملنا خيطناهم ونحيت الزائد هذاك نحيته، دوك